لك شو صرت قوام قوام يا بابا لسه من كم ساعة ما بتكون ياري اتحرك ولا اروح على الشغل لك شو بكون عم تلبسوني مثل مجانين لك يا لطيف شو تأخرت صارت الساعة 10:30 شريكك صار حاكي شي 3-4 150 مرة صار حاكي شريكك عم حاكيك أصلي قال إذا ما بتنزل على المحل رح تصير مصيبة وقال الدكتور لازم مرتاح يلا أبي يلا هو قال كمان إنه لازم تتحرك وتنشط لي حالك مو هيك صبوح بلا يا لطيف شو حلوة الجرافة يا بابا بابا مبارح الدكتور عالدرج قال لي لازم تطلع تشم هوا عرفت شلون هو هون قال لك لازم تقعد ترتاح مشان ما تنط وتفعي افعي ولك انت منين بتجيب هالألفاظ هاي يلا بابا يلا الله يخليك عمو ابو حمدي عم بيسناك بشغل طيب اتصلوا معه خليه يجي لهون انا حاسس حالي تعبان روح انت بابا لا شو تعبان انت تحسنت كثير خيرات الله ها بدي شوي ما في حراره منه ها لك راح تخنقني لك انا بس بدي افهم امبارح ما تركوني اقعد مع جوز اختي واليوم بدكم ياني انو لعنده تاخرت بابا تاخرت قلنا له العم ابو حمدي انك جاي على الطريق لا تفرقي بابا تاكسي بتاخذ تاكسي مشان ما تاخر عليه ماشي هات فردي يا الله ما احلاك يا بابا ايش وقت يا هي شو كمان رجلك على المرضى هي السكجه هي السكجه هيك احسوا شوي يا فاتت ما بتعرف تلبسه فوطو خد نفس بابا ما عملتها اجرب ايه يا رب اجرب لك انا مو بس بدي اتعلم هالحكي هذا انت بعدين انتوا ليش ما رحتوا على مدرسه ما فينا ابي وسلا رايحين لك لحظه بغسل وشي وصرح شعراتي لك ليكون فتحي مرة على المدرسه مثلكم اليوم عنده مذاكره راح بابا راح يا وينه يا دكتور لك يا اخي خف شوي الله يخليك هذا اخي يا تعال